المزيد ينضم إلينا عبر سكايب من بنغازي الأستاذ خالد ترجمان، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية والمحلل السياسي. أستاذ ترجمان، أهلا وسهلا بحضرتك. ما الذي يمكن أن ينظر إليه في هذه المرحلة بأن لجنة 5+5 تنظر إليه باعتباره أولوية قابلة للتحقيق؟ أهلا بك أستاذ أحمد وكذلك بالقاهرة الإخبارية ومشاهديك الكرام. على كل حال، لربما الجديد هو استيعاب السيد عبد الله تيلي لأهمية الدور لجنة 5+5، خاصة وأن اجتماعه الأول لم يكن مشجعا على الإطلاق، لأنه طلب من لجنة 5+5، وأذكر ذلك جيدا في أول اجتماع له بها، بأن تنجز المهام الموكلة إليها، ولكنه اكتشف أخيرا بأن هذه المهام والتي بدأت منذ اجتماعات الغردقة في مصر أنجزت مهامها وأنجزت كل المطلوب منها. المطلوب منها هو تحديد آلية لتفكيك الميليشيات وجمع السلاح وتحديد آلية وزمن لرحيل القوات الأجنبية عن الوطن، وكذلك ترحيل المرتزقة، كذلك فتح الطرق وتبادل الأسرى وتسيير الخطوط الجوية. كل ذلك قامت به. ربما ما أنجز أن فتحت الطرق البرية والجوية، ثم تم تبادل لمجموعات من الأسرى، ولكن لم يكن هناك أي تقدم في مسألتين هامتين، وهي رحيل القوات الأجنبية وكذلك تفكيك الميليشيات وجمع السلاح، سواء بدمجها مع القوات المسلحة حسب الاستحقاق والأولوية وحسب الكفاءة، أو بدمجها في الحياة المدنية. لم ينتج عن ذلك شيء، لأن كما نعلم أن الميليشيات في غرب البلاد لا زالت تصر على التمسك بالسلاح، وخاصة أنها تعلم بأن السلاح يؤدي لها مهام كبيرة في الحصول على الميزات، سواء المادية بالمشاركة في إيرادات الدولة الليبية بشكل على مستوى كبير. القابلية الأكبر للتطبيق أستاذ ترجمان، هل المسألة المرتبطة بتوحيد المؤسسة العسكرية أو دمج بعض الفصائل والتشكيلات المسلحة ضمن جهد وطني قائم في مؤسسة عسكرية وأجهزة أمنية وطنية واحدة، ولا إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب؟ لأنه كما فهمنا فالمساران يفترض أنهما متوازيان. أي الأمور قد تكون أكثر قابلية للتطبيق في هذه المرحلة؟ أنا أعتقد أن إمكانية تطبيق ما لم تكن هناك إرادة محلية ليبية تنسجم مع الإرادة الدولية لإخراج القوات الأجنبية، فأنا أعتقد أن الأمر مآله إلى عدم الحسم، لأن كثير من هذه الميليشيات المتواجدة في غرب البلاد ترى أن أو نرى أنها مدعومة إما من التراك أو من بعض الدول الأوروبية التي لها بشكل أو بآخر مصالح في تواجد هذه الميليشيات، خاصة في مناطق عبور المهاجرين وفي مناطق كذلك تهريب النفط والغاز وكذلك مشتقات النفطية من ليبيا، سواء بحرا أو برا عبر الدول، سواء دول غرب ليبيا أو من خلال البحر المتوسط إلى أقرب الموانئ إلينا. هذه الميليشيات هي التي تشرف على خطم الليتا، هي التي تشرف على ميناء الحديد وكذلك ميناء زوارة وحتى ميناء أبو ستة، والتي تخرج منها كثير من هذه المشتقات النفطية وكثير من الغاز وكثير من النفط. وبالتالي لا بد من العمل أولا على التفاهمات الدولية أن تجعل هذه القوات قادرة على الرحيل في وقت محدد وخلال برنامج محدد، حتى لا تستخدم التفاهمات مرتبطة بأجندة داخلية ليبية بتمثيل من شرق ومن غرب وفي بعض الأحيان من الجنوب الليبي، ولا التفاهمات مرتبطة ببعض التفاهمات الإقليمية أو المحددات الإقليمية المرتبطة بإخراج المقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة؟ كما ذكرت أستاذ أحمد، المسألة مرتبطة ب يعني إرادة داخلية، إرادة سواء كانت لدينا هنا في شرق البلاد لدى القوات المسلحة العربية الليبية، ونعتقد أن الإرادة متوفرة تماما، لأن هذه القوات لديها تراتبية ولديها قيادة ولديها تعليمات محددة تستطيع أن تقرر وأن تنفذ، خاصة في ظل المجموعات التي يستعين بها الجيش لإعادة إصلاح الكثير من الآليات المعقوبة والطائرات وغيره من يسمونه فاغنر.
فالقيادة العامة القوات المسلحة تستطيع من خلال إنهاء الاستعانة بهم في ترحيلهم خلال فترة وجيزة. ولكن هل هناك قدرة على ترحيل القوات التركية المتواجدة في مناطق عديدة من طرابلس حتى قاعدة الوطية التي ترى تركيا بأنها قاعدة أساسية لتواجدها في ليبيا؟ هل هناك من قدرة على إخراجهم وكيف يتم إخراجهم؟ لا أعتقد أن هناك من يملك السيطرة عليها. طيب سيد خالد، ينظر إلى استمرار وديمومة وقف إطلاق النار باعتباره منجز كبير وليس هينا حقيقة، كان من بين مخرجات 5+5 ومهم البناء عليه، لكن ماذا لو كانت الخطوات المتخذة في المسار الدستوري أسرع ولو قليلا من المنجز الذي يتم البناء عليه في 5+5 في المسار العسكري؟ هل يمكن الحديث عن المضي قدما في بناء سياسي، في عملية سياسية تبدأ بانتخابات نيابية أو رئاسية متزامنة؟ الشعب الليبي كله يتطلع إلى ذلك. الشعب الليبي منذ انتفاضة فبراير 2011 وحتى الآن وهو يتطلع لبناء دولة مدنية، يتطلع لانتخابات رئاسية لم يشاهدها منذ أكثر من 5 عقود. هذه الانتخابات التي يحلم بها كل الليبيين هي المطمح والأمل لكل الليبيين. هذا الجسر الذي سيعبر من هذه الفوضى إلى الاستقرار حلم الجميع. ولكن هل سيتأتى في ظل استمرار الإسلام السياسي، في ظل استمرار السادة في المجلس الاستشاري على أن لابد من الوثيقة الدستورية ولابد من الدستور المعيب، هذا الدستور الذي يؤسس للدولة الثيوقراطية، الذي يؤسس لولاية الفقيه، الذي يؤسس لدولة دينية، هذا الدستور الذي حاولوا طرحه على الاستفتاء في ليبيا ولكن وجدوا أن أكثر من يعني شرق وجنوب البلاد يرفض تماما فكرة طرحه على الاستفتاء، لأنه أساسا الدستور لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به.